يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز رؤية المرأة المتذرجة التي تخرج في بعض الفضائيات في الأخبار من غير أن يميل قلبه إليها؟ الله يصرف نظره عنها، والأخبار يسمعها من غير رؤية امرأة، يشوف أخبار يلقيها رجل، وإلا يسمعها من الراديو ولا ينظر إلى المرأة. المرأة فتنة مهما كان، وقد فتنوا المسلمين بهذه الطريقة، وفرضوا عليهم إزالة الحجاب بهذه الطريقة، ويجب على المسلم يتحفظ من هذه الأمور ويبتعد عنها. نعم.